تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب 5 جويلية بالجزائر للاستضافة قمة المباريات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في الجولة الخامسة بين فريق الشبيبة القبائل الجزائري وفريق بيترو أتليكو الأنغولي في قمة المباريات اليوم لأجل الحسم المركز الثاني. الكل اليوم رد مشاهدة المباراة، إذا ما عليك فضل التطبيق على كل الشرائح بالقناة وتابع معنا هذا الفيديو حتى النهاية. سوف تلعب المباراة في 8 الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت غرينيت، وسوف تنقل تلك المباراة على قناة بي ان سبورت 4 الناقل الحصري للمباراة القوية اليوم. تجدون البث في صندوق الوصف بجودة فول اتش دي وبدون تقطيع. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك بالقناة وشاركونا توقعاتكم للمباراة. من سوف يفوز؟ هل فريق الشبيبة القبائل المستضيف مباراة اليوم أو فريق بيترو أتليتيكو الضيف في مباراة اليوم؟ ونتمنى الحظ الموفق لفريق الشبيبة القبائل لكي يفوز في المباراة ويضمن المقعد الثاني لكي يمر إلى ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.